مجموعة جديدة اسمها لويس بول سيستم اللويس انتجنز كربوهيدرات بيزد انتجنز زي الاي بي او والاتش والبي والاي الانتي بوديز زي ار كولد رياكتنج اي جي ام انتي بوديز زي الاي بي او برضه والانتي لويس اي كان كوز هيموليتيك ترانسفوجن رياكشن يبقى الانتي لويس اي ليها اهميه ان ممكن برضه تعمل ايه هيموليتيك ترانسفوجن رياكشن